السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف انتوما؟ لاباس، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم طبق ديال البايا او البايلا الاسبانية. ودابا على بركة الله غادي ندوز معكم المقادير. غادي نحتاجوا ان شاء الله الجمبا، الكحوذات، والكالامار. عندنا هنا الميخه اللي نقيتها مزيان وغسلتها حيت كيكون فيها الرمل ديال البحر، وثلاثه الحبات سيجارة، وكاين اللي كيضيف لها صدر ديال الدجاج. انا كنفضل نعملها غير بالسمك بوحديتو باش كيبقى غير الطيبه ديال الحوت. وغادي نحتاجو طبعا بصله او جوج بصلات صغارين، واحد حبه طماطم، شويه د المعدنوس او البقدونس، ورق الغار او الرمد جويجات، شويه ديال البازيلا او الجلبان، اربعه ولا حتى ثلاثه الفصوص، ثلاثه حتى اربعه الفصوص ديال الثوم، قطع ديال الفلفل الاحمر، وطبعا الروز. من الاحسن يكون الروز الاصفر، الحبه ديالو طويله. وفي التوابل غادي نحتاج الملح، زنجبيل او سكينجبير، كركم، خرقوم، الابزار، وانا كنزيد لها زعفران شعره كيعطيها واحد الظم ديونه، وطبعا زيت الزيتون اللي غادي نطيب فيه. ودابا ان شاء الله غادي نبداو في التحضير. كنحتاجوا المقله الطهيه، المقله اللي معروفه كتعدل فيها الطهيه. اول حاجه غادي ناخذ الطماطم والبصل، عفوا البصل والثوم، غادي نحكهم في الحكاكه هذه الغليطه ماشي رقيقه، اولا غادي نقطعوهم قطع صغيره. وكيف ما كتشوفوا قطعنا ولا حكينا الثوم، المعدنوس، البصل ولا البصل، طوماطيش، وضعنا الفلفل والبازيلا والجلبان وورق الغار. ودابا غادي نوضعوا الحوت ان شاء الله، وغادي نعملوا التوابل. ودابا غادي نوضعوا التوابل. في اول مرحله كنعمل غير الجامبا والكالامار، كنخلي الميخا والسيكالا حتى للاخر. غادي نعمل الملح، طبعا الملح طبعا على حساب الذوق، وكنعرفوا الروز كيبغي شويه الملح زايد. معلقة صغيرة د سكينجبير، ومعلقة صغيرة د البزار، طبعا اللي كيعجبو البزار زايد ماشي مشكل واخا يزيد، ومعلقة صغيرة د الخرقوم أولا الكركم. طبعا الباهية الإسبانية ميكونوش فيها هاد التوابل، كاين بعض المناطق كيعملو فيها سكينجبير وزعفران ملون اصطناعي. احنا تقريبا كنعملوها بالتوابل المغربيه بحال الكركم، سكينجبير، زعفران شعره، وكاين حتى بعض المناطق في اسبانيا كيعملوها بالزعفران شعر. انا ما كنستعملش الملون الاصطناعي عليها، كنعمل الكركم. ودابا غادي نضيف زيت الزيتون. وهذا الزعفران او الزعفران غادي نخليه حتى لاخر المرحله. صافي، كنشعلوا عليها النار وكنبقاو نشحروها واحد شويه. وطبعا كيكون عندنا واحد كاس ديال الروز، انا غادي نستعمل كاس ديال الروز فقط، يعني على حساب الافراد والاشخاص اللي غادي ياكلوا الباهيه. انا غادي نعمل غير كاس. هاد المقله عندي كبيره كتهز حتى ثلاثه كيسان ديال الروز، بحق انا غادي نعمل غير كاس. كنغسلوه مزيان وغادي نخليوه حتى نضيفوه على هاد المقادير. غادي نشحروا هادو واحد شويه، هادشي اللي عملنا فوق في المقله واحد شويه، ومن بعد غادي نضيفوا لهم الروز. ودابا ملي تشحروا عندنا اولا تقلاو هاد المقادير اللي كنا عملنا في الاول، غادي نضيفوا الروز. الروز طبعا كيكون مغسول ومصفي، وغادي نحركوه حتى هو ويتشحر واحد شويه مع هاد المقادير اللي كانوا عندنا في الاول.
ودابا غادي نضيفو ديك الرشه ديال الزعفران، غادي نحكو مع يدي ونعملو فوق الرز. صافي دابا غادي نعملو الميخا، غادي نعملوهم على الوجه. وفي هذا الوقت كيكون عندي الفازان كيسخن على درجة حرارة 250 درجة، أنا غادي نشعلو من فوق ومن تحت. وصافي غادي نمرقوهم بالماء اللي غادي يكون سخون، الماء غليان ماشي الماء بارد. ومن بعد ما ضفنا للماء اللي كان ساخن او الماء غليان غادي نخليوها فوق النار واحد شويه غير يبدا كيطلع فيها الغلي، وغادي ندخلوها الفرن. وها هي الطهيه ديالنا وجدات، جبدناها من الفرن كيف ما كتشوفوا، منظر ديالها كيشهي صدقوني، كتجي رائعه رائعه وكتجي لذيذه بزاف. نتمنىكم تجربوها، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.